وضح المقصود بأطوار القمر، شو هي أطوار القمر؟ عرفناها، بس شو المقصود فيها أطوار القمر؟ القمر يدور حول الأرض، والأرض تدور حول الشمس. ويكون القمر بعكس أشعة الشمس الساقطة عليه، بيعكسها صح؟ فيبدو وكأنه يغير شكله، ولكنه لا يغير شكله، ولكنه إيش؟ يتحول إلى ما يسمى أطوار القمر، اللي هو مرت علينا وأخذناهم مع بعض. معناته القمر يدور حول الأرض، والأرض تدور حول الشمس، ويقوم القمر بعكس الأشعة الساقطة عليه، فيبدو وكأنه يغير إيش؟ شكله، ولكنه لا يتحول إلى ما يسمى إلى أطوار القمر. فهذا المقصود بأطوار القمر اللي موجودة. إذا الأساس أن القمر يدور حول الأرض، والأرض تدور حول الشمس، والقمر بيعكس الأشعة الضوئية، فما بغير شكله. فيبدو، ها فكتبت لكم هون أنا، فيبدو وكأنه، لكنه ما بغير شكله، إنما يتحول إلى أطوار، سميها أطوار القمر. كسوف الشمس وخسوف القمر، أكيد مرت علينا حالة كسوف الشمس وخسوف القمر، وأكيد شفتوها وعشتوها ومرت علينا. فرح نعرف إنه هدول الظاهرتين الموجودين هم من الظواهر الكونية اللافت للنظر، وهاي من قدرة الله سبحانه وتعالى، ومن الإعجاز اللي موجود في خلق هذا الكون. فهما يرتبطان بحركة مين؟ حركة القمر حول الأرض. لاحظوا كيف أهمية القمر لإلنا، وأهمية الأرض، وكيف دور الفلك وعلم الفضاء اللي موجود.